وللحديث أكثر عن التطورات في غزة وسط تواصل قصف الاحتلال بشكل غير مسبوق، معنا من الضفة الغربية الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ ساري عرابي، ومن أمستردام الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ ماهر شاويش. نرحب بضيفينا معنا في هذه النشرة، ونبدأ مع الأستاذ ماهر. مساء الخير. مساء النور، حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم من الضفة الغربية الأستاذ ساري. حياكم الله. لماذا يصر الاحتلال اليوم على إرسال المدنيين في غزة إلى جنوب القطاع وتحديدا إلى منطقة وادي غزة؟ حقيقة لأن هذا الاحتلال أصلا بني على فكرة التهجير والترانسفير، يعني هو لماذا تغيب هذه القضية عن بالنا وحتى عن بال جزء من الإعلام العربي، وتغيب بقصد على الإعلام الغربي بشكل واضح. هذا الاحتلال قام على التهجير وقام على التشريد وقام على مجازر وقام على فكرة الإبادة الجماعية، على فكرة أن هناك أرض، يعني أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هذه القاعدة التي انطلق منها هذا الاحتلال، وهذه القاعدة التي قام عليها هذا الاحتلال. وبالتالي هذا ليس مستغرب الآن أن يقوم الاحتلال بتطبيق هذه الفكرة على قطاع غزة. وأنا اليوم قرأت، يعني حقيقة يقيسون الانتصار في هذه الجولة، مع الأسف والمجتمع الإسرائيلي يطالب حكومته بأن الانتصار في هذه الجولة يجب أن يكون وفق يعني مقولتين لا تتعديان 5 كلمات. المقولة الأولى تقول صفر سكان غزة، والمقولة الثانية تقول إبادة غزة. وبالتالي الآن الحكومة الإسرائيلية، هذه حكومة الطوارئ، هذا ما تنفذه بالفعل على أرض الواقع. هي تقوم بعملية إبادة جماعية، وهي مقدمة لعملية ترانسفير جماعي لشعبنا في قطاع غزة. وبالتالي هذا ما يجري مع الأسف، وهذا هو الواقع الذي يتم على مدار أسبوع منذ 7 أكتوبر. طيب أستاذ ساري، مرحبا بكم معنا. حياكم الله. ما هي الآثار المحتملة لإخلاء هذا العدد الكبير من الفلسطينيين على السكان وعلى البنية التحتية في المنطقة؟ يعني هذا 1,200,000 فلسطيني، هل من الممكن إخلاءهم بهذه الفترة وبهذه الظروف؟ يعني أولا فيما يتعلق بالبنية التحتية، نحن نتحدث عن بنية تحتية يجري تدميرها باستمرار. فالقضية ليست قضية البنية التحتية بالدرجة الأولى. أعتقد أن القضية مركبة من عنصرين، يعني العنصر الأول منع تهجير الفلسطينيين، يعني كما تحدث الأستاذ ماهر، والقضية الثانية منع حصول انتصار إسرائيلي في هذه المعركة. وبمعنى ينبغي أولا أن نثبت الانتصار الذي حققته المقاومة صبيحة يوم 27، والأمر الثاني ينبغي أن نمنع حالة التهجير التي يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز سياسي لصالحه يعود به إلى الانتخابات هو بايدن، يعني ولذلك كان هناك اليوم إشاعات واضح أنها كانت صحيحة، أن هناك ضغط أمريكي على عدد من الدول العربية لاستضافة أكثر من أو لتوطين أكثر من 1.5 مليون فلسطيني. الضغوط كانت على مصر وعلى السعودية وعلى الإمارات وعلى قطر وعلى الأردن، بحيث تستضيف مصر طبعا العدد الأكبر ثم السعودية بالدرجة الثانية. واضح تماما أن هذه الدول ترفض ذلك تماما، لكن من الواضح أيضا أن الأمريكي يحاول أن يستغل هذا التهجير لتحقيق إنجاز سياسي للإدارة الأمريكية الحالية يعني. ولكن أيضا أعتقد أن هناك أهداف عملياتية وراء سلوك الاحتلال الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة. واضح أنه ينتهج سياسة الأرض المحروقة، يعني يجب أن لا ننسى أن الاحتلال الإسرائيلي يعاني من نوع من العطل العملياتي والعمل الاستخباراتي بسبب قدرة المقاومة على تدمير فرقة غزة. وبالتالي القوات التي سوف يحاول الاحتلال أن يدخل بها إلى قطاع غزة تفتقر للخبرة والمعرفة بواقع قطاع غزة، ومن ثم الاحتلال يريد أن يعوض عن ذلك بسياسة الأرض المحروقة، يعني بتدمير شمالي قطاع غزة، بحيث تصبح مهمة الدخول إلى قطاع غزة لجنوده وألياته أسهل، وتصبح مهمة المناورة للمقاتلين الفلسطينيين أصعب. فأعتقد أن الموضوع مركب، يعني ما بين أهداف سياسية استراتيجية تتعلق بالاحتلال بطبيعة الحال، وكما تفضل أستاذ ماهر، يعني عقليته العنصرية التهجيرية وبالإدارة الأمريكية أيضا. وأيضا أعتقد أن في هناك أهداف عملياتية، وهذا الأمر المهم هو منع حصول أي انتصار إسرائيلي سواء بالمعنى السياسي الكلي أو بالمعنى العسكري. طيب يعني أيضا أستاذ ماهر، هنا النقطة أنه هذه ليست هي العملية الأولى التي يعني يقوم بها الاحتلال بهذه الكثافة، ربما زاد القصف عنها. ما الذي بيد الاحتلال حتى يضغط على سكان غزة ويجبرهم على الهجرة نحو الجنوب في وادي غزة؟ يعني غير الحصار المطبق وغير القصف المكثف، ما الأوراق التي تجبر السكان على الهجرة؟
هو بدون شك ان هذه العمليه التي يقوم بها الاحتلال مختلفه تماما عن بقيه العمليات، يعني وعن بقيه صح التعبير عن بقيه الحروب السابقه التي قام فيها، سواء في 2008 2009 او 2012 2014 2021 وحتى في 2022. طبعا سبب الاختلاف في هذه العمليه مرتبط بالطريقه التي يعني قامت بها المقاومه وبما جرى وباحداث والاحداث التي جرت في الفجر السابع من اكتوبر، لانه عمليا هذه العمليه التي قامت بها المقاومه هي عمليه بدون شك شكلت صدمه كبيره لدى هذا الاحتلال وعلى كافه المستويات، واظهرت كما هو مات معروفا الان، اظهرت ان لديه فشلا استخباراتيا وعسكريا وامنيا وفشل على كل المستويات. والان حتى الان انا بتقديري هو يتعامل الان الى الان لا يزال يمتص هذه الصدمه ولا يزال مرتبكا فيما يقوم به. وحتى ما قام فيه خلال هذا الاسبوع هو انا بتقديري فقط هو من باب يعني محاوله كي الوعي لدى ابناء شعبنا في قطاع غزه، ومحاوله ايصال رساله بالنار الى كل ابناء شعبنا الفلسطيني هناك. هذا لا شك يتطلب في المقابل، وانا هنا اتفق مع ما تفضل به الاستاذ ساري، هذا يتطلب ان يمنح هذا العمل. كيف يمنح هذا العمل؟ هذا يحتاج الى مقومات صمود، ومقومات الصمود هنا ليست مرتبطه فقط بالحيز الفلسطيني، لانه القضيه الفلسطينيه يجب ان يكون لدينا فهم واضح لديها، وهذا ما نؤكد عليه وان بدا بديهيا احيانا. هذه القضيه الفلسطينيه وهذا المشروع الفلسطيني يدور في اربعه مستويات، ويدور في الحيز الفلسطيني المحلي والعربي والاسلامي والانساني العالمي، وبالتالي مقومات الصمود مطلوبه من هذه الدوائر الاربعه، مطلوبه فلسطينيا لا شك، ولكن ليس لا نستطيع ان نقول انها مطلوبه الان من الذين تحت النار ومن الذين يمارس ضدهم هذا التهجير وهذه الاباده الجماعيه، مطلوبه تقريبا من السلطه الفلسطينيه التي تستطيع ان تتحرك دبلوماسيا ورسميا، مطلوبه من العرب وتحديدا من العرب المجاورين، وانا اتكلم هنا بشكل واضح وصريح عن مصر، عن الاردن، عن سوريا، عن لبنان. وكل من هذه الدول الاربعه التي ذكرت هي التي تسمى بدول الطوق، واجبها انا بتقديري ومسؤولياتها اكبر من بقيه الدول العربيه دون اعفاء بقيه الدول العربيه من هذا الواجب. هذه الدول يجب ان تفهم طبيعه هذا المشروع، لانه هذا المشروع على الاقل هي يجب ان تتحرك، اذا لا تريد ان تتحرك من باب واجبها في دعم واسناد القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني، يجب ان تتحرك من منطلق ان ما يجري الان في قطاع غزه وما يجري في الضفه وربما سيجري في الضفه ايضا اكثر هو عباره عن جزء من الامن القومي او مما يهدد الامن القومي لدى كل من مصر ولدى الاردن. وايضا على مستوى سوريا وعلى مستوى لبنان، الاصل الان ان يكون هناك نوع من التحرك. لا يجب ان يكون هذا يعني خلال هذا الاسبوع مقابل هذا الحجم الكبير وهذا الكتله الناريه الكبيره التي يستخدمها الاحتلال. يعني اليوم واشنطن بوست قالت ونقلت بانه ما تم استخدامه من كتله ناريه خلال هذا الاسبوع هو يعادل ما استخدمته الولايات المتحده الامريكيه خلال عام في افغانستان. امام هذه المعطيات وامام هذه الاحداث الجبه انا بتقديري يجب ان يكون هناك حراك، وتحديدا انا قلت من دول الطوق، اذا لا تريد ان تحارب مصر ولا تريد ان تحارب الاردن، هناك في سوريا ولبنان من حقيقه من يرفع شعار محور المقاومه ومن يرفع شعار محور القدس ومن كان يعيدنا بالمنازله الكبرى، وبالتالي الان يجب ان يتحرك. هذا التحرك حتى الان وهذه المناوشات التي تجري. نعم، سناتي عند هذه النقطه، عند نقطة المقاومة وادعاءات إيران وحزب الله في الدخول إلى هذه، ولكن دعنا نسأل الأستاذ ساري أيضا، تشبيه المقاومة اليوم من قبل بايدن بأنها داعش بين قوسين، كيف يمكن أن يغير الوضع على المقاومة وهي المقاومة المكفولة شرعا وقانونا بفلسطين؟ الأمريكية الكاذبة، كنا نتذكر أن احتلال العراق كان بداية أمريكية كاذبة، سواء حول علاقة النظام العراقي السابق بالقاعدة أو حول الإدعاء بأن النظام العراقي السابق كان يملك أسلحة دمار شامل. يعني هذا ليس شيئا جديدا على هذه الإمبراطورية التي تحكم العالم بالهيمنة وقوة السلاح وقوة الاقتصاد، وأيضا بالأكاذيب، يعني بالأكاذيب والخرافات. ولذلك نحن لم نستغرب هذا من الرئيس الأمريكي، هذا الرئيس الذي لم يخجل من أن يكذب على لسانه في حديثه عن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء، وهو الأمر الذي تأكد وتحتم وتبين أنه غير صحيح. حتى المراسل CNN التي تحدثت عن ذلك كتبت اعتذارها اليوم، اعتذارا للشعب الفلسطيني عن هذه الاخبار غير صحيحه، وقالت ان مصدرها كان اسرائيلي وتبين انها غير صحيحه. فنحن يعني نتحدث عن رئيس لا يتبرع عن الكذب. الحقيقه النضال الفلسطيني تاريخيا هو نضال موسوم بالارهاب، قد يستغرب اصلا ان منظمه التحرير الفلسطينيه ما تزال تصنف هي التي وقعت اتفاقيه اوسلو مع
مع الاحتلال الإسرائيلي والتي لها ممثلية يعني في واشنطن، هي يعني ما تزال مصنفة بالإرهاب، ويجري التجديد لها بشكل استثنائي يعني بشكل دوري داخل الولايات المتحدة. يعني حتى الذي وقع اتفاقية سلام، أو دعنا نقول اتفاقية بشكل أو بآخر مع إسرائيل، هو هذا هو موقف الولايات المتحدة منه، وبنسمى هذا تاريخ النضال الفلسطيني، تاريخ الكفاح الفلسطيني. الفلسطيني صحيح مطلوب من الفلسطيني، مطلوب من كل إخواننا العرب، مطلوب من كل إخواننا المسلمين، يعني أن يشتغلوا على موضوع الدعاية هذا من أجل تأكيد الحقائق فقط، لأن إسرائيل والولايات المتحدة تعتمد على الأكاذيب. لكن على كل حال، هذا من جهة ليس مستغربا من الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأكاذيب، ولكن واضح تماما أن ثمة سعار أمريكي الحقيقة غير مسبوق، يعني أكبر بكثير مما كان في الدعاية الأمريكية ضد روسيا في الحرب الأوكرانية، وربما يعني لا يقل عن مكان من الدعاية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر. وهذا الأمر يظهر ويتجلى في سلوك الدول العربية والإقليمية التي ترتعد خوفا من تحديدات الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن الموقف العربي أنا أعتقد أنه قابل لأن يتحسن، كان اليوم بيان وزارة الخارجية السعودية أفضل مما كان عليه في بيانات دول عربية أخرى سابقا، وهذا مؤشر بإمكانية الخروج من حالة الرعب والصدمة التي فرضتها الولايات المتحدة على الناس. ولكن الحقيقة فعلا يعني الأكاذيب الأمريكية ليست مستغربة، العداء المقاوم للشعب، العداء للمقاومة الفلسطينية ليس مستغربا، الوقوف إلى جانب إسرائيل ليس مستغربا، لكن السعار إلى هذه الدرجة من أمريكا هو المستغرب. وأنا في الحقيقة غير قادر على تفسير ذلك إلا ربما باقتراب الانتخابات الأمريكية، أو حتى في هناك موقف إيديولوجي أن الإمبراطورية يعني منزعجة إلى حد كبير بسبب الهزيمة التي تلقتها ربيبتها في فلسطين. نعم. طيب أستاذ ساري، الصوت انقطع ولكن نتوجه إلى الأستاذ ماهر. هناك تحليل عدته مديرية الاستخبارات لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة تقول أنه استقر الاحتلال وحزب الله على ما يسمى بالردع المتبادل والحفاظ على أنماط الاشتباك المتفق عليها وتجنب وقوع إصابات بين الطرفين، بمعنى أن تنفذ إسرائيل عمليات تخريبية في لبنان أو إطلاق النار على أرض فارغة في لبنان، بينما بإمكان حزب الله أيضا الرد بإسقاط طائرة مسيرة أو إطلاق صواريخ على المناطق شمالي البلاد. أيضا تأكيد البيت الأبيض على تحية حزب الله عن المعارك، ومن قبله تأكيده على عدم وجود دور لإيران بما يجري، إلى أي مدى يؤكد أن معركة اليوم هي معركة فلسطينية خالصة لوحدها، وأن إيران وحزب الله تحاول استغلال الأجواء وإقحام نفسهما في هذا الملف سياسيا ولصالحهما؟ يعني حقيقة هذا الملف فيه كم كبير من التعقيد، وجرى عليه جدل واسع جدا، وربما أنا أقول كل ما يتعلق بقضية العلاقات، علاقات الفصائل الفلسطينية وحتى السلطة الفلسطينية مع جزء من المحور مع سوريا، والفصائل الفلسطينية مع المحور ككل، هذا كله جرى عليه جدل واسع وربما لم يجري مثله سابقا في القضية الفلسطينية. لذلك أنا بتقديري اليوم ما يجري منذ 7 أكتوبر حتى الآن، أنا بتقديري هذا عبارة عن اختبار جدي وحقيقي لمحور المقاومة في الشعارات التي أطلقت فيما سبق. يعني هناك شعارات مثل شعار وحدة الساحات ووحدة الجبهات، وهناك يعني تجهيز كما قلت في المداخلة السابقة أن هناك تجهيز للمنازل الكبرى، وأن المعركة المقبلة ستكون معركة القدس. اليوم هذه المعركة هي معركة توفان القدس، وبالتالي يجب أن يكون واضحا الآن جدية، يعني جدية اختبار كل ما طرح سابقا. مع الأسف أنا أقول، يعني أنا أتابع منذ بداية هذه الجولة من الصراع، نحن نتابع التصريحات. أنا أقول لك التصريحات حقيقة لا تشي بأن هناك ثمة تحرك يتناسب أو يرتقي إلى مستوى ما يحصل الآن في قطاع غزة. يعني هذا التحرك من قبل هذا المحور لا يرتقي إلى الآن. هناك عبارة عن مناوشات سواء على الجبهة الشمالية أو حتى فيما يتعلق في المقذوفات التي خرجت من سوريا. سلوك وممارسات هذا المحور فيما يتعلق بالداخل، يعني سواء في سوريا أو حتى في لبنان أو في العراق أو في اليمن، سلوك هذا المحور كان في الداخل المتعلق في الشعوب التي كانت تقول، كان يقول هذا المحور لنا بشكل واضح، كان يقول لنا بأننا نحارب الوكيل. الآن فرصتكم لمحاربة الأصيل، أنا أقول طبعا بحسب ما كان يروج. طيب أستاذ، ماذا عن الفلسطينيين الذين كانوا سواء في العراق أو في سوريا اليوم، كيف عملتهم الميليشيات الولائية التي ولاها لإيران، كيف عملت فيهم من تهجير ومن قتل؟ شوف، انا فلسطيني سوري، وانا كنت اعيش في مخيم سميره قريب من مخيم اليرموك، وهذا المخيم الذي كنت اعمل به. والان ربما البعض لا يريد ان يركع الجراح ولا يريد ان يفتح الموضوع، لكن مع الاسف نحن دفعنا ضريبه هذه العلاقه، ونحن دفعنا ضريبه هذه العلاقه ليس بالكلام، نحن دفعناها بالشهداء، دفعناها بالدمار، دفعناها بالتهجير، دفعناها بالمعتقلين. الان هناك اكثر من 4000 على المستوى الفلسطيني فقط اقول لك. طبعا اذا عدت الى ما جرى في 2003 وما جرى في في
في بغداد وكل الذي جرى بالملابسات، تهجير حوالي اكثر من 35 الف فلسطيني على يد يعني ميليشيات تابعه لايران، وهذا واضح ويذكر التاريخ بشكل جلي. لكن في التاريخ القريب انا استطيع ان اقول لك نعم، نحن دفعنا ضريبه كبيره لهذه العلاقه. الضريبه كانت اكثر من 4000 شهيد، اكثر من 3000 معتقل، تدمير حوالي 4 مخيمات تدمير كلي. وبالتالي نحن الان يحق لنا ان نتساءل اذا كانت فعلا هذه الضريبه من اجل فلسطين فنحن جاهزون، لكن يعني نحن جاهزون ان نفتح هذه الضريبه، وليس لدينا اشكاليه ان تكون فعلا هذه الضريبه في هذا السياق. لكن طيب ماذا عن الاختبار الجدي الان؟ الان اذا كانت فعلا هذه الضريبه دفعت من اجل محاربه يعني من كان يعيق تحرير فلسطين وتحرير القدس، فتفضلوا الان، انا بتقديري الان الاجواء مفتوحه والميدان مفتوح. وهذا لكن قلت بالفعل لك هو انسب وقت لكي تثبت، او محور المقاومه او كما تسمى المقاوله اليوم، لكي تثبت حسن نواياها ودعمها للقضيه الفلسطينيه. استاذ ماهر خليك معنا، نعود الى الاستاذ ساري. اليوم عملية طوفان الأقصى لم تسبب صدمة فقط للاحتلال، ولكن انهيار بالمنظومة الأمنية والاستخباراتية، ولكن المقاومة اليوم بهذه العملية النوعية التي كانت يعني أولى ومتفردة في نوعيتها، إلى أي مدى يمكنها التعامل مع خيار الاجتياح البري الذي تلوح به إسرائيل، إن كانت إسرائيل جادة فعلا بهذا الاجتياح؟ يعني أعتقد أن المقاومة مستعدة في حدود إمكانياتها وقدراتها للاجتياح البري، وهذا راجع لمجموعة من الأسباب، وثمة أدلة وعلامات على استعداد المقاومة. أولا ما قالته قيادة المقاومة أنه كان لديها معلومات أن الاحتلال يستعد لتوجيه ضربة للمقاومة بعد انتهاء الأعياد اليهودية أو بين يدي الانتخابات الأمريكية، وذلك في سياق المساعي لإعادة ترتيب المنطقة وتثبيت وترسيخ وجود إسرائيل في المنطقة من خلال علاقات تحالفية تطوعية مع مجمل الدول العربية، وهو إنجاز كان يريد أن يعود به مرة أخرى بايدن إلى الانتخابات الأمريكية بطبيعة الحال، بالنظر طبعا إلى الصعوبات التي يعاني منها الرئيس الأمريكي الحالي على مستوى الانتخابي لاعتبارات متعددة. كان ثمت معلومات لدى المقاومة، والمقاومة حينما يكون لديها معلومات أن الاحتلال الإسرائيلي يريد توجيه ضربة لها من هذا النوع، فهي بالتأكيد كانت مستعدة، وهذا الأمر الذي دفع المقاومة أصلا إلى استباق هذه الضربة وتنفيذ هذه العملية، ومن ثم الذي كان لديه قرار على تنفيذ عملية بهذه السعة وبهذا العمق وبهذا الإنجاز وبهذه القدرة، أكيد كان متحسبا لردة فعل الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنها ردة فعل مجنونة بما في ذلك محاولة الدخول إلى قطاع غزة أو حصول مواجهة برية. لكن أنا مرة أخرى أثني على كلام الأستاذ ماهر أن القضية ليست قضية قدرات المقاومة، نحن نتحدث عن مقاومة محاصرة ومقاومة أصلا. يعني أنا سمعت لقاء مع الرئيس الموساد السابق إبراهيم خليفي قال أن أكثر سلاح حماس صنعته حماس داخل قطاع غزة، يعني بمعنى أنت تصنع سلاحك بيديك، يعني نحن لا نتحدث عن سلاح متطور أو سلاح تصنعه دول، نحن نتحدث عن حركة محاصرة وحركة تحت القصف وتفوق نيران وطيران هائل. إذا العامل لا يتعلق فقط بصمود المقاومة، صمود المقاومة هو العامل الأساسي. أنا شخصيا أعتقد أن ليس في هذه المعركة إلا الله سبحانه وتعالى ثم المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، لكن لا ينبغي أن نكتفي بذلك، يعني بمعنى طبيعة المواقف الموجودة في الإقليم العربي وفي العالم لابد من تطويرها سواء على المستوى الفلسطيني، يعني تعظيم وزيادة الفعاليات النضالية والكفاحية للفلسطينيين في كل مكان، أو الضغط على الدول العربية لاتخاذ مواقف وإجراءات لإنهاء هذا العدوان على أهلنا داخل قطاع غزة ومحاولة تحقيق اختراقات يعني في المستوى الدولي، فضلا عما كنتم تتحدثون عنه عن السؤال، يعني هذا أكثر سؤال جدي وأكثر اختبار حقيقي لما يسمى محور المقاومة في المنطقة. لا شك أن المقاومة مستعدة لذلك، لكن ينبغي أن نسأل أيضا في المقابل ما هو واجب الجميع من أجل تعزيز صمود المقاومة في هذه المعركة. نعم أستاذ ماهر، اليوم يعني الهبة الشعبية التي ساندت طوفان الأقصى، ساندت المقاومة، ساندت غزة وسكانها الذين يتعرضون إلى هذا القصف الاستثنائي، اليوم الدكتور مثل نظاري وكذلك الشيخ عبد المجيد الزنداني وكذلك خطيب المسجد الحرام، وفي العراق والأردن والدوحة البحرين إدلب والأزهر في مصر ولبنان وكذلك إسطنبول كابل كوالالمبور، كلها شهدت وقفات حاشدة من قبل الجماهير دعما لهذه القضية ودعما للمقاومة ولسكان غزة وما يتعرضون له. إلى أي مدى تشكل هذه أهمية كبيرة في دعم القضية اليوم؟ هذا حقيقة من حيث المبدأ هذا جهد مقدر، وهذا يقع من باب الواجب حتى نكون واضحين، لكن أنا دعني أفصل ما بين الجهد أو المستوى الرسمي والمستوى الشعبي. نعم. في المستوى الشعبي هذا يقدر لكن على أساس أن يتواصل،
لانه يبدو لي ويبدو للكثير من الذين يتابعون ويحللون ما يجري الان ان المعركه ربما ستكون طويله، وبالتالي هذا الجهد الشعبي الذي رايناه والذي اكرر يقدر ويجله يجب ان يمتد ويجب ان يتواصل وبزخم اكبر، لانه لا شك ان الاحتلال يقرا هذا التعاطف. ونحن من حيث المبدا، انا اقول لك من حيث المبدا لم يكن لدينا شك على المستوى الشخصي وربما على مستوى ابناء شعبنا الفلسطيني، جاز لي الحديث باسم بهذه الجزئيه بالذات، ليس لدينا شك في شعوبنا العربيه والاسلاميه، نحن لم نشك يوم من الايام في ان القضيه المركزيه حاضره في الوعي الجمعي لدى ابناء شعبنا العربي والمسلم وحتى لدى احرار العالم، وليس لدينا شك في ان القضيه الفلسطينيه هي شيء مركزي لديهم. لكن الان المستوى الاخر الذي يجب ان يتحرك هو المستوى الرسمي، فلا ينبغي حقيقه ان يكون المستوى الرسمي بهذا الموضوع بهذه المستوى، يعني هناك ربما يعني تدرج في هذا الموضوع، لكن الحقيقه الامر يجب ان يقارن بمستوى العمليه، بمستوى الاباده الجماعيه، بمستوى الجريمه التي ترتكب. اذا قارناه بمستوى الجريمه التي ترتكب فهو بدون شك لا يرتقي الى هذا المستوى. وهنا يجب ان نذكر ايضا بانه حقيقه فهم طبيعه هذا المشروع مهم جدا حتى للرسمي العربي، الرسمي العربي وصانع القرار العربي يجب ان يدرك تماما طبيعه هذا المشروع، هذا المشروع يؤثر عليه بشكل واضح وصريح. لماذا حقيقه الاصل السؤال، لماذا اصلا قامت، انا بتقديري اسال هذا السؤال، لماذا قامت هذه العمليه في 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 فجر السابع من اكتوبر؟ هذه العمليه قامت كرده فعل طبيعي، والبعض يحاول ان يخوفنا حتى هنا في الجغرافيا الاوروبيه، ويحاول ان يرهبنا في قضيه المقاومه وعدم الحديث عن المقاومه. لا، نحن نقول بشكل واضح وصريح، هذه العمليه جاءت كرد فعل طبيعي، وجاءت حق مشروع لاي شعب محتل، وهذا حق تضمن حقيقه وتكفل كل الشرائع الدوليه وكل القوانين الدوليه، وهذا جزء من حقوق اي شعب محتل يقع تحت احتلال بهذه الطريقه. وبالتالي هذه القضيه صحيح انها من الثوابت والبديهيات، لكن نحن مضطرون ان نعيد التركيز عليها حتى نوضح هذا الشيء. جزء من هذا التوضيح لبعض ابناء جلدتنا الرسميين تحديدا وصانعي القرار العرب، وجزء منه ايضا لهذا العالم الغربي الذي حقيقه لم اتفاجئ على المستوى الشخصي ولم استغرب ان ينحاز. نحن لست انا لست مستغربا من انحياز الغرب والامريكان الى هذا الاحتلال، لكن انا حقيقه في هذه السبعه ايام بالذات وبعد وجودي حوالي خمس سنين في 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 هذه البيئه وفي هذه الجغرافيا، انا حقيقه مستغرب من حجم التضليل، من حجم الكذب، من حجم التشويه، هذا هو الذي غير مسبوق الان. وربما تفضل الاستاذ ساري ببعض الروايات، وهناك روايات كثيره، يعني هناك روايات كثيره يتم تصويتها الان، والتركيز بالاساس اصلا يتم على ان القضيه، تاريخ هذه القضيه وتاريخ هذا الصراع وكانه بدا في 7 اكتوبر ولا شيء قبله تمتد لمده 100 عام. لذلك نحن يجب ان نركز على هذه القضيه. ايضا هناك محاوله من يعني قرن الموضوع او ربط الموضوع فيما جرى في سبتمبر 2001، وبالتالي هذا ايضا جزء من محاولات التضليل والتشويه لما يتعلق بالمقاومه الفلسطينيه وبالحق الفلسطيني. هنا يجب ان نركز تماما على هذه القضيه، وهذا دور حقيقه كل شخص سواء يعمل في الاعلام او له داله على بعض الناشطين الاعلاميين او له داله حتى في المستويات الاعلامي الرسمي الغربي، يجب ان يتم توضيح هذه القضيه بشكل جلي. طيب أستاذ ساري، اليوم مع الحركة الشعبية، الهبة الشعبية في دول عربية وإسلامية المساندة والتي وقفت وقفة مع سكان غزة وما تعرضون له من دمار، اليوم ما أهمية أيضا الحراك الشعبي في القدس والضفة الغربية والتي تطورت كذلك إلى اشتباكات ضد الاحتلال، ما أهمية أيضا أن تساند الضفة الغربية والقدس ما يتعرضون له سكان غزة؟ يعني هو أولا واجب الضفة الغربية أو واجب أهل الضفة الغربية وواجب أهل القدس ليس مساندة أهلنا في قطاع غزة، وإنما واجبهم التأسيسي والأصلي هو القيام بدورهم التاريخي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، هذا واجب أصلي بغض النظر عن طبيعة الأحداث في قطاع غزة. وكلنا نعلم طبعا أنه كان هناك أصلا حالة مقاومة تتكرس وتتصاعد في الضفة الغربية قبل العدوان على أهلنا في قطاع غزة، وربما هذه الحالة التي كانت موجودة في الضفة الغربية سهلت للمقاومة داخل قطاع غزة بتحقيق هذا الإنجاز، لأنه أكثر عديد الجيش الإسرائيلي كان منبثا وموجودا في الضفة الغربية. طبعا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف يعني مختلفة. فقط نذكر أنه لا يتوالى الاحتلال عن قتل الفلسطينيين في أي أرض، وشهيدين في القدس قبل قليل تم الإعلان عنهما. بالتأكيد، يعني هو فضلا عن جرائم الاحتلال يكفي وجود الاحتلال طبعا، يعني هذا احتلال يصادر تاريخنا ويصادر أرضنا ويصادر حاضرنا ويصادر مستقبلنا ويصادر
كل شيء، يعني بغض النظر حتى عن طبيعة ممارسة الاحتلال الإسرائيلي. على كل حال، أولا هذا هو واجب الفلسطينيين في كل مكان أن يقوموا بهذا الدور. ثانيا، واجب الفلسطينيين أيضا أن يحملوا كتفا مع أهلنا داخل قطاع غزة. قطاع غزة خاض حروب متواصلة ومتصلة أدت إلى قدر كبير جدا من الدمار، فضلا طبعا عن الحصار الخانق. يعني الحصار لا على قطاع غزة لا يقل سوءا ولا يقل إضرارا بأهلنا هناك على كل المستويات من هذا العدوان الموجود. على كل حال، هذه الفعاليات التي تتصاعد في الضفة الغربية والقدس، يعني اليوم المظاهرات والمسيرات التي كانت موجودة من في الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وقلقيلية وطول كرم، في اعتقادي الشخصي ومن خلال يعني ملاحظة الشخصية، هي أكبر مظاهرات ومسيرات تخرج في الضفة الغربية منذ نهاية انتفاضة الأقصى حتى الآن. أي جهد في أي مكان بالتأكيد أولا يشد من أزر أهلنا داخل قطاع غزة. أضف إلى ذلك أن أي جهد في الأرض المحتلة في أي مكان يشتت جهد الاحتلال، يخيف الاحتلال، يخيف حتى الدول الإقليمية التي قد تكون ربما متعاطفة مع الاحتلال أو غير متعاطفة مع حالة المقاومة، يقلق أيضا المنظومة الإقليمية والدولية، لأن الجميع ربما يخشى أن تنفلت الأمور ويصعب السيطرة عليها. لكن بالتأكيد هذه الأعمال بحاجة أيضا أن تتطور بشكل أكبر، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا اختلاف الظروف الموضوعية ما بين حالة المقاومة في غزة وحالة المقاومة في الضفة والقدس. هناك اختلاف هائل في الظروف السياسية والاجتماعية والأمنية طبعا ما بين مواقع الفلسطينيين في كل مكان، بس يعني ولكن بالرغم من اختلاف هذه الظروف المقدرة بحاجة إلى تطوير الحالة الكفاحية والنضالية في كل مكان، ليس فقط في الضفة الغربية والقدس. حتى كنتم تتحدثون عن المظاهرات والمسيرات والفعاليات في العالم العربي والإسلامي، كل هذا بحاجة أن يتطور على نحو أن يكون أكثر تأثيرا، يعني وبحيث أن يؤدي إلى سرعة حركة لدى الدول الرسمية ولدى المنظومة الإقليمية والدولية لغل يد الاحتلال الإسرائيلي أو تقصير عمر الحرب والعدوان الواقع على أهلنا داخل قطاع غزة. يعني إذا كنا نتحدث عن المظاهرات والفعاليات الموجودة في الدول العربية والإسلامية، ينبغي أن تتطور. يعني كان هناك حديث اليوم عن الوصول إلى الحدود في الأردن، هذا الأمر لا ينبغي الإصرار عليه، فضلا عما ذكر الأستاذ ماهر من ضرورة الديمومة والاستمرار، فضلا أن بعض الدول لا ينبغي أن يكون هناك فقط اعتصامات كبيرة في مراكز المدن، يجب الزحف إلى سفارات الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. يعني يجب أن يتطور الموضوع إلى هذه الدرجة بحيث يكون أكثر ضغطا على الدول التي تستضيف هذه السفارات وعلى الدول أصحاب هذه السفارات. طيب أستاذ ساري، خليك معنا، نتوجه إلى الأستاذ ماهر. وبلينكن في قطر ويعني يوصي إسرائيل بالالتزام بقواعد الحرب، هل نشهد تغيير بالخطاب الأمريكي اليوم أم أن العملية أو العملية العسكرية مستمرة على نفس النهج؟ لا، أنا حقيقة لا، أنا من حيث المبدأ وربما كثير مثلي من أبناء الشعب الفلسطيني لا يثقون بهذه الإدارة الأمريكية، سواء كانت صعدت في خطابها أو حاولت أن تخفض من سقف الخطاب. يعني أصلا هو عندما أتى وزير الاحتلال قال أنا جئت بصفتي يهودي وليس بصفتي دبلوماسي أو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه تكفي مهما حاول أن يخفف من مستوى الخطاب. نحن نعرف تماما فهم هذه الإدارات الأمريكية المتعاقبة والمختلفة، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين أو غيرهم. أصلا لماذا نعود ونركز على بديهيات هذه القضية وهذا المشروع، سواء المشروع المتعلق في الاحتلال أو رعاة هذا المشروع. هذا المشروع تم رعايته بالبريطاني، وثم بعد ذلك استلمت الرأي الولايات المتحدة الأمريكية وساندها الغرب بمجموعه. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث الآن عن خطاب يعني بمستوى عالي والخطاب بمستوى منخفض. هناك رعاية واضحة، وكل التصريحات التي جاءت منذ اليوم الأول ل 7 أكتوبر هي تؤكد ذلك. وليست القضية مرتبطة فقط بالتصريحات، هناك دعم على كافة المستويات، هناك دعم عسكري، دعم لوجستي، دعم استخباراتي، دعم مالي. أنت تحرك يعني حامل الطائرات بحجم جيرالد فورد، أنت تدفع 8 مليار دولار مباشرة كاش ماني كما يقال، أنت تقول أنا جاهز ومستعد أن أذهب معك حتى النهاية. بلينكن نفسه قال، غير أنه قال أنني جئت بصفة يهودي، أول كلمة قالها لنتنياهو جئت إلى هنا وليس إلى أي مكان آخر. يعني كل هذا الدعم لا يستطيع البعض أن يحاول أن يبرر ويسوق علينا بعض العبارات المنخفضة أو ذات السقف المنخفض هنا وذات السقف المرتفع هناك. هناك توجه واضح من هذه الإدارات الأمريكية، هناك رعاية لهذا الاحتلال، وبالتالي يجب أن يتغير كل هذا حتى نستطيع أن نقول نعم هناك يعني نوع من التغير أو نوع من يعني من المواقف المختلفة. وأنا أصلا يجب أن نقول بشكل واضح وصريح، حتى أيضا أعود وأكرر أن جزء أصلا مما جرى وسبب ومبررات أساسية لما جرى في 7 أكتوبر هو هذه الإدارات الأمريكية. من الذي أهال التراب على مشروع التسوية بأكمله؟ من الذي رمى
فكرة حل الدولتين حقيقة في سلة البهملات، نعم بل الذي تغاضى عن حكومة يمينية متطرفة بحجم هذه الحكومة التي فيها أمثال سموتريش وأمثال يعني هذا أي أستاذ المجنون مهدي، نعم وزير الأمن. قائمة بل طويلة ولست طويلة من الأسئلة، ولكن كيف سيجيب عنها بلينكين أو غيره؟ أستاذ ساري، من ما قاله الأستاذ ماهر الآن، يعني إسرائيل تطالب أو أمريكا تطالب إسرائيل بالالتزام بقواعد الحرب، ما هي القواعد التي ممكن أن تلتزم بها إسرائيل وهي وصلت إلى استهداف الصحفيين، استهداف الإعلاميين، بل استهداف حتى كوادر الإسعافات وزملاء أو المسعفين يبكون زملائهم يقولون ليست هناك حماية لنا من قبل الصليب الأحمر ولا الهلال الأحمر ولا أي منظمة دولية أو إنسانية قادرة على أن تحمي المسعفين؟ يعني في الحقيقة، أولا كما تفضلت وذكرت، إسرائيل انتهكت كل ما يمكن أن يكون قوانين دولية مدعاة ومدعومة، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. حتى الولايات المتحدة الأمريكية بررت الجرائم الإسرائيلية، يعني كان في هناك اليوم حديث عن أمريكي عن مقتل صحفي لرويترز، وقالوا أن هذه أخطاء تقع في الحرب، ولكن الممارسات التي ألصقت في المقاومة ليست أخطاء تقع في الحرب، وإنما هي ممارسات مدانة يعني مباشرة. فثمت أصلا تبرير لممارسات ما يفترض أنها دولة، يعني حينما نتحدث عن دولة فنحن نتحدث عن إمكانيات عالية، ويفترض أن نتحدث عن قدرة استخباراتية وقدرة تصويب كبيرة ودقيقة، بمعنى أنه يفترض أصلا على إسرائيل أن تتجنب مثل هذه الأخطاء على فرض. أخطاء طبعا هي جرائم مقصودة بطبيعة الحال. أيضا الإدارة الأمريكية تحدثت أن الحديث عن وقف إطلاق النار هو بغيض، يعني بمعنى تم التشجيع لإسرائيل للاستمرار في إطلاق النار، بمعنى الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان داخل فلسطين. ما هو مطلوب من الولايات المتحدة بطبيعة الحال؟ أنت تتحدث بشكل دقيق عن قتل المدنيين، عن تهجير المدنيين. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة متعاطفة وربما تدفع إسرائيل لتهجير المدنيين من شمالي قطاع غزة من أجل تسهيل المهمات الحربية، وهذا يعني يتفق مع ما أشيع من تسريبات من ضغوط من طرف بلينكين على بعض الدول العربية من أجل استضافة المهجرين الفلسطينيين على الولايات المتحدة. أن تتحدث عن قطع الغذاء وقطع الدواء وقطع الكهرباء، ولكن بالرغم من كل ذلك وبالرغم مما ذكره الأستاذ ماهر، أننا يعني نفهم تماما ما هو الدور الأمريكي والدعم الأمريكي والإسناد والانغماس المباشر حتى في العملية الحربية على أهلنا داخل قطاع غزة، ولكن قد يحسن أن نلاحظ بعض هذه التصريحات التي تنم أو تدل بشكل أو بآخر على تراجع حدة التصريحات. هذا الأمر حتى حاصل في إسرائيل، حاصل في بعض التصريحات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس كي نطمئن أنفسنا وليس كي نخدع أنفسنا، ولكن كي نحاول أن نقرأ قراءة دقيقة إلى احتمالات مجريات الحرب. هذا بنحو أو بآخر يدل على أن هناك أزمة إسرائيلية على المستوى العملياتي، هناك تردد إسرائيلي على المستوى العملياتي، ومن ثم نعم يحاول الأمريكي بشكل أو بآخر يعني توفير مخرج ما بصورة ما للإسرائيلي في هذه الحرب. نعم، نشكر ضيفينا من الضفة الغربية الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ ساري عرابي، ومن أمستردام الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ ماهر شاويش. شكرا لكم على وجودكم معنا وعلى هذه المداخلة.